حاجه كان سوا كنقولوا كل مره نقولوها في الاول، شكون منكم اللي يحفظ القران من الحاضرين والحاضرات؟ اللي يحفظ القران ماشي اللي كيحفظ عاد. ها واحد، زوج، والاخوات في الطريق ان شاء الله. شكون اللي يحفظ 30 حزب؟ نص. واحد، زوج، ثلاثه، لا باس. ايوا ما نطولوش ما نطولوش. حفظ القران، القران زاد زاد المتقين الى الاخره. احفظوا القران واستعدوا به لكي تكونوا من اهل المقامات في الاخره. ولكن لا عبره بحفظ اللفظ دون الانتهاء عن المناكر ودون العمل الصالح ودون السعي الى رضا الله عز وجل. كاين بعض الناس يعني حافظ القران اللفظ، حافظ القران وما كيصليش ما كيصليش، او كاين مناكر ومصائب، كاين هادشي هذا. فرب قارئ القران والقران يلعن هذا منهم. حفظ القران الكلمات والالفاظ والايات والصور ولكن ما كيعملش بها. فاذا حنا نحفظ القران ونعمل به ونزيد على ذلك عملا جميلا، عملا حسنا، عملا يحبه الله عز وجل، ان نحفظ الناس القران. وشكون منكم اللي غادي يحفظ القران كله قبل ما يموت؟ بسم الله. ايوا واش وحدين دايرين غير شي مصيص هكا ديال كلشي ياك كلشي. ايوا حتى الوليدات الصغيرين ان شاء الله، الامهات حتى الوليدات يعني صوتوا بالنسبه ليهم، صوتوا نيابه عنهم. قولوا تاع هذا الوليد تا هو كيقول غادي يحفظ القران. وانت وارخوالو قال في النهار الفلاني حضر في واحد المجلس وقلنا غادي نحفظ القران، وهذا الوليد تا هو هزيدي ان شاء الله. وشكون منكم اللي غادي يحفظ القران ويحفظه الناس؟ هذه واعره شويه، هذه واعره شويه. ما بغى احد، هذه ما بغاش، ما بغاش حد. خيركم من تعلم القران زيد. هكذا كي واحد من الخيريه ما كملتيهاش، واخا حفظت القران خصني نكمل. ايوا نبداو تاني، شكون اللي غادي يحفظ ويحفظ يتعلم ويعلم؟